يا صباح الجمال عليكم يا بنات والنشاط، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله اليومين اللي رحت فيهم عند ماما. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايلكم فيديو كده جديد، طبعا من يوميات تحدي 60 يوم. أنا الحمد لله منتظمه والله، بس انا قلت ايه اخد كده هدنه اليومين دول عند ماما واقعد كده معاها شويه. كنت بعمل لها برده شويه حاجات في البيت وكده، ف قلت بقى ايه اخد كده بريك يعني. وقلت بقى اول مره ارجع البيت ان شاء الله هصور لكم برده فيديو، مع اني والله كنت تعبانه جدا النهارده وما كنتش قادره اصور. بس قلت بقى ايه لا لازم اصور لكم يعني فيديو. وطمنوني انتوا عليكم، وقولوا لي عاملين ايه، منتظمين ولا ايه الاخبار؟ اكتبوا لي في الكومنتات بقى. ان شاء الله تكونوا منتظمين كده، لان الشهرين دول اخر فرصه قبل الشتاء وقبل رمضان وقبل العيد، وهتلاقي كله بص كله جاي يجري ورا بعض، طخ طخ كده وراك ورا بعض. اللي هو يعني الشهرين دول بجد مفهومش مناسبات ومفهومش اي حاجة يقدروا يخلونا ان شاء الله يعني ندخل بقى على الصعب واحنا ايه فاقدين كده وزن شوية حلوين، يعني على اساس ان شاء الله يعني كل سنة طيبين يا رب، ويعود كده علينا الايام بخير. يعني رمضان انا لقيت امبارح بوست ان هو مكتوب يوم 23/3 تقريبا، فالايام بتجري بسرعة 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 بصراحة. انا اول ما شفت الصورة اتخضيت يعني، بس انا قلت يعني ان هو خلاص يعني احنا الشتاء يعني مجرد ان احنا نخلص شهر 12 هتلاقي الشهرين دول طاروا، وهتلاقي شهر رمضان جه قدامك وانتي على يعني محلك سر. فانتوا الحقوا الشهرين دول بجد والله يا بنات، فرصه. وانا زي ما قلت لكم انا واخداهم تحدي مع نفسي ان انا لازم ان شاء الله وباذن الله ان انا لازم الشهرين دول اكون حققت كده ايه يعني، حتى لو نزلت 10 كيلو اي حاجه، المفروض المهم ان انا انزل عشان اكمل الشهور الجايه ان شاء الله. هقول لكم بقى انا عملت ايه. خدت كده الاول طبعا شربت الميه، ما تنسوش كوبايه الميه يا بنات الاول الصبح، وشربت كوبايه النسكافيه بتاعتي. وبعد كده قلت بقى احضر معايا كل فطار. عملت هنا بيضه مسلوقه، وخدت معلقه من جبنه البريزيدون، وخدت خياره، وخدت نص رغيف. ممكن تقولي طب يا منى نص رغيف كتير؟ لا مش كتير، لان هو من اللي هو الخفيف قوي ده. ورشيت على الجبنه رشه كده بسيطه من حبه البركه. زي ما قلت لكم يا بنات اللي موجود عندكم انتوا بقى خدوه، عايزين تاخدوا بيضتين مسلوقين، عايزين تاخدوا كله جبنه، تعملوا سندوتش كده وتاكلوه. بس انا ايه يعني انا بحطه في اطباقه كده عشان خاطر بوريكم يعني. بس انا ساعات لما بصورش بحط مثلا البيض او الجبنه في السندوتش كده والفه وباكله، طالما يعني ده اللي مكتوب لي يعني، او ده اللي انا ماشيه عليه تمام. والخيار اهو برضو معاه. وبصوا المية لحد قبل لما اكل وانا بشرب المية. المية سحر يا بنات والله بجد فعلا، ان هي فعلا بصوا في كل حاجة، في كل حاجة، واهمها نزول الوزن. يعني اشربي مية كتير وتحركي، ولو جيتي لخبطتي كده في النص كده ولا حاجة، بس بجد هيساعدوا معاكي الميه والحركه، دول اهم حاجه والله بجد مش كلام يعني. فانتظموا وان شاء الله خير، وباذن الله نحقق كده يا رب هدفنا بقى ونخس كده. واعملوا زي ما قلت لكم، طلعوا كده لبس كده عندكم عايزين تلبسوه ضيق عليكم، وقولوا مع نفسكم انا لازم البسه خلال الشهرين دول. يعني على اول شهر واحد ان شاء الله اكون الحاجه دي انا جيت البسها لقيتها جت على قدي تمام. فبس كده. فانا دلوقتي بقى فطرت كده معاكم، بصوا ما كملتش نص رغيف واتبقى معايا كمان حته كده منه. رحت بقى اجيب سمسم وعمار من الحضانه، هجيبهم بقى ونروح، وان شاء الله بعد كده هرجع لكم. تعالى كده ايه، بص حضانه. ماما هتختاري لون ايه الاول؟ لون ايه؟ طب يلا لفي بقى. هنشوف هتقف عندك البرور ولا لا. خسرتي. قول هتختار لون ايه؟ هتختار لون ايه؟ يلا
انا عايز اقول بربر اخضر اخضر يعني ايه جرين شاطر يلا لفها بقى مرتين يا عمار لفها مرتين ماشي سيبيه يسوم سيبيه يلا مش كده يا عمار بايدك يا عمار يا عم طب يلا عشان تلف عندك بس هو ايدك بقى يلا بس نشوف بقى جرين هتقف عندك ولا لا جريت شاطر خلاص خلاص استنى استنى لا بالراحة احنا قلنا ايه دور ودور صح سبتهم بقى هنا هما يكملوا كده لعب وانا قلت بقى ايه اقوم احضر الغدا النهارده هعمل بقى فاصوليا خضراء انا بحب جدا الفاصوليا الخضراء وهي كمان مفيده يعني وهعمل كمان معاها لحمه موزه انا قلت للجزار انا عايزاها موزه انا بحب اللحمه الموزه جدا بحس كده ان هي حته كده يعني بصراحه بحبها جدا هي ممكن يكون ايه ملبسه زي ما بيقولوا بيكون فيها دسم شويه بس مش كتير يعني زي ما انتم شايفين كده مش كتير قوي الدسم فيها يعني وبعدين كمان عشان سمسمه وعمار بيدوخوني في اكل اللحمه فانا هاكلهم هم فراخ وانا هعمل ليا انا اللحمه الموزه دي عملت بقى هنا خدت بصوا هنا 4 معالق رز ده ابيض ساده مسلوق مفيش اي حاجه والفاصوليا ضربت الطماطم في الخلاط حطيتها على طول على النار من غير اي حاجه خالص سبنات وملح وفلفل ورشه ثوم ورشه بودره بصل وبعد كده سلقت اللحمه وحطيت اللحمه معاها وسبتها بقى ايه تستوى على مهلها دي طريقتي اللي انا عملتها يعني بس معلش ان انا ايه المقطع بتاعها اتصور وما اتسيفش فمعلش يعني كنت عايزه اوريكم الطريقه بالظبط بس هي دي الطريقه يعني مفيش اي حاجه تاني بصوا حتى انتوا كمان هتشوفوها التسبيكه خفيفه لان انا مش حاطه فيها بقى زيت ولا سمنه ولا حاطه فيها لا يعني حاطه فيها حاجات طماطم بس يا دوب ومرضتش احط فيها صلصه معلبه ولا اي حاجه هنا انا كنت بصور لكم سمسمة وعمار طبعا ورا الستاند انتوا شفتوا الستاند اتحرك ازاي هما السبب فبس كده فانا خدت بقى دلوقتي 4 معالق من الرز المسلوق وخدت كمان 4 معالق فاصوليا باللحمه فده هيكون وجبه الغدا النهارده يا بنات بصوا الاكل عادي جدا ومتاح وكلنا بنعمل الاكل ده فما تقوليش لا ومش قادره اعمل لا اعملي وخدي بس اهم حاجه الكميه وده الفيتامين اللي انا باخده يا بنات بتاع فوقت الدايت يعني خدوه سكرين شوت برضو انا كل ما فيديو بصور هولكو عشان خاطر لو حد اول مره يشوف الفيديوهات بتاعتي يعرف الفيتامين نوعه ايه اللي انا باخده فهو ده خدوه سكرين شوت وهاتوه زي ما قلت لكم العلبه بتبقى ب22.5 جنيه والعلبه فيها شريتين بيبقى بعامل تقريبا 45 أو 46 جنيه فهو ده شكل يا بنات الفيتامين اللي انا باخده حلو جدا وما بتخنش ولا اي حاجه كانت الدكتوره قبل كده كانت كاتباهولي اول لما رحت لها يعني فانا برضه مستمريه عليه حتى لما بروح لهاش انا مستمريه عليه بعد بقى الغدا انا عملت لي كوبايه قهوه بصراحه لاني كنت مرهقه زي ما قلت لكم وحاسه كده ان انا عايزه انام فشربت كوبايه القهوه وبعد كده خدت كده قرفه وخدت ليمون وجنزبيل شربت برضو كوبايه من الشاي ده وما لعبتش رياضه النهارده يا بنات عشان انا النهارده زي ما قلت لكم كنت بصوا عايزه انام جدا يعني فبس فانا شربت بقى كده فانا هشرب بقى دلوقتي اشرب الشاي ده بيبقى حلو جدا وبيعلي الحرق برضو يعتبر من الشاي الحارق يعني هسميه انا كده لان هو قرفه وجنزبيل وليمون يعني فدي المشروب المعتاد عليه او المعروف يعني وبس كده بنات بقى هقعد بقى كده اشربه وهستنى كده حوالي مثلا ساعة وهاخد كده زبادي هشربها برضو زبادي كده وهيكون كده خلاص اليوم بتاعي يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم هو ممكن يكون سريع شوية بس انا محبتش ان انا ما اتأخر عليكم عشان خاطر اشجعكم وان شاء الله زي ما قلتلكم انا واخداه بإذن الله كده تحدي بيني وبيني من نفسي برضو وان شاء الله بإذن الله كلنا نكمل ونخس بإذن الله ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير وتشيروا الفيديوهات ما تضحكوش عليا وما تشيروش الفيديوهات لا شيروا اللايك بقى والشير وتدلعوني بقى كده وما تكسلوش تكتبوا كومنتات يا بنات وما تكسلوش برضو تعملوا لايك وعشان خاطر القناه تتشاف والمشاهدات تعلى شويه فبس كده اشوفكم بقى ان شاء الله على خير يا رب
واستمروا يا بنات استمروا، وان شاء الله كلنا باذن الله والله هنوصل لهدفنا ان شاء الله. انا هاخد بقى الرايب ده هشربه، وهيكون كده خلاص يوم الحمد لله عدى بسلام يعني، وساعة كده وهنام ان شاء الله. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير، وتصبحوا الف خير يا رب.